غادي ناخذ طريق اللي ما عمرني فكرت نشدها، شمال المغرب. وقيلا هذه هي اصعب طريق غادي نشدو. عاصمة القنة الهندي. الرحلة ديالي لهاد البلاصة ما غاديش تكون عادية. شدي الطريق بلا ما نفكر ولا نعرف شنو كيتسناني. هادي بلاصة من أغرب الأماكن اللي غادي نزور في حياتي. أكثر الناس اللي كيزرعوا هاد العشبة ولا الماريخوانا بصفة عامة كيكونوا في بلايص اللي بعاد بزاف، ما يقدرش يوصل ليهم أي واحد، وأغلبية كيكونوا في الجبل. والقرار ديالي كان هو غادي ندوز ليلة كاملة في راس الجبل. احنا هنا ولكن ما عطيناش الطريق مع الشجر وداكشي، ما كيبانش لينا هاد الطريق. راني غادي للخطر الاخوان. اوكي الحل هو هنا. الله يستر وصافي. دابا غادي نبداو من الاول. متحمس للمغامره ديالي الجديده. ها هو المطار اللي بديت كنجمعو. دابا شويه غادي نتحركو. هذا مكان. واش بصح سي مو غادي نمشي؟ واش بصح؟ اش نقول لامي راه سي مو بغا يمشي لتركيا؟ سيمو خواتي تير سيمو يبغى يمشي لتركيا. كاميرا هادي باش تسافر معايا. ها هادشي من خدموش. اصدقاء المهم قطعنا اوراق دابا غنستنى واش غادي نكون فهاد الكار هذا شباب برد. اصدقاء شوفوا معايا واحد المنظر اللي واعر ديال بصح. المهم بقى لنا تقريبا شي 10 دقائق ونوصلوا لبلاصه اللي بغيتو. الفطور ديالنا هذا هو باش غادي نفطر. هذا هو الفطور الفطور الشمالي ديال بصح. شي ثقيله الاخوان انتو غادي نحاربو. زيد دابا كنتقطعو الخضره اللي غادي نطلعو معانا. دابا جينا باش ناخذ العطريه وداكشي اللي غيخص من وراها صافي. اوكي ماشي مشكل ناخذو سكر عشي زيت الملحة العطريه. لا ليه الشيء اللي بقى خاصنا باش نتحركوا. شنو كديروا نتوما؟ كنديروا فيديوهات ديال السفر. ياك منين جيتوا دابا نتوما؟ من كازا. من كازا؟ ليش من تلات جيتوا فيها؟ جينا كازا تيقوان تيقوان بالبرد. وان شاء الله خير غادي تقولوا؟ ان شاء الله غادي تيزيرا تيزيرا تيزيرا. مرحبا مرحبا خير. مرحبا الناس الدار البيضاء. ربي يخليك. الله يخليك. تحياتي وتحيا للمغرب كامل. تحيا للمغرب الله يحفظك. غنخيمو تما؟ غنخيمو تما. علاش؟ يا ريت ما ديوهاش اصلا. علاش؟ بودا صعيشة ساعة هادي طيب. هاكي نجيب المطريل ديال البرد فهمتي؟ واخا كون ديك ماد المطريل كيبان لي هذا غيهبط وقيلا في الليل غيهبط ما غاديش يكمل. واش كيف صافي صح كيكون البرد قاصح في الليل؟ البرد قاصح حنا غالي منو كلاجة صاحبي. دابا حنا غير هنا دابا جينا قرابين شوية وكلاجة بالله ما نعسى. ياك. اوكي دابا غنكونو خدينا كاع داكشي اللي خاصنا. دابا غادي نشدو الطريق. صراحه الطريق راه ما ساهلاش وكيف سمعتوا الدري قال لنا كيكون البرد تمايا. جايبين معنا الماتريال ولكن ما عرفناش صراحه وداك الشيء واش غادي ينفعنا واش ما غاديش ينفعنا. اغرب فيلاج غادي نجي ليه صراحه في حياتي والناس فيه ظريفين. ياك زكريا الناس التعامل ديالهم والحانوت ولا كيقولوا لنا هزوا بيديكم وقضيوا الغراض وكذا. صراحه الناس هنا ظريفين ديال بصح. هذه اللي غادي نمشيو فيها الاخوان. دابا شدينا الطريق حنا دابا وسط الغابه. هادشي هذا من كنت والله
كيزرعوا هاد العشبه ولا الماريخوانا بصفه عامه كيكونوا في بلايص اللي بعاد بزاف ما يقدرش يوصل ليهم اي واحد، واغلبيه كيكونوا في الجبل. حنا دابا غادي ندخلوا وسط الغابه. تخيلوا معايا منظر خيالي ديال بصح، كنحس براسي بحال الا راني غادي حارك، راني غادي للخطاره الاخوان. شوف كاين ساعتي كامل كنا غنطلعوا على رجلينا، راه قاصحه ديال بصح. عرفتي بدا كيتحرك داك البرد، داك البرد قاصح. عرفتي اخوان تحت كاين البرد، تحت كان الجو شويه دافع. عرفتي دابا حنا كنطلعوا والبرد غادي وكيتزاد. عرفتي يديا كنحس بهم يجمدوا، ضرب لي النعاس. شوف 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 شافنا الرعب اخويا. الرعب اللي تعرف هذا مازال راه مشى راكب لقدام، مشى مهني وطرونكيل. انا راه ركبت لفوق، راه كنحس براسي كنمشي وكنجي. واه يا سلام اخوان، بحال تلفنا على الطريق. دابا حنا هنا ولكن ما عطيناش الطريق، مع الشجر وداكشي ما كيبانش لينا هنا الطريق. عرفت هاد المهبة هادي فقصادني. جينا لقينا هاد البلاصة هادي هنايا، ولكن غادي نكملو حتى للفوق باش نشوفو باش نلقاو فيها. كاين عندنا تقول على الإخوان، عرفتو ولا تقول عندنا؟ دابا مازال باقا تابعنا الطريق. شكيتي يا خي زكريا؟ تابعنا الطريق أخويا، تابعنا الطريق. وقفنا في واحد البلاصه كان كيحسبنا زوينه، ولكن مازال غادي نمشيو حتى للقمه الفوق باش نقدروا تما فين نحطوا الخيم ديالنا. قلبي كيدير تك تك تك، اش هذا يهز؟ متوحشين ما عندهمش مواليهم، ما ياذوناش. لقينا واحد العودانات هنايا الجمع، راه ما يرا ما عرفناش واش كاين مواليهم ولا لا. زكريا سهلة فاش كنا هابطين غنركبو تال واحد نتا واه. صراحة إحساس واعر. وصلنا للقمة هادي، ولكن راني واحد البرد كيريح بزاف أنايا. وصلت الوقيتة اللي خصنا نخيمو فيها قبل ما يطيح علينا الظلام. البقاء كاين الموت ديال البرد، ما عندناش الماء كافي وكاين الحلوف هنا. الله يستر وصافي. وانت عرفتي يدينا جبدوا بالبرد، هذا ما كان. قبل ما يبدا يطيح الظلام ضروري غادي نوريكم البلاصه فين طونتينا. هاي البلاصه اللي حطينا فيها الخيمه ديالنا. السلام عليكم. الطونت ديالنا دابا غادي نشعلوا واحد العافيه هنايا الصقره ديالنا في نفس الوقت نطيبو. هذا هو السر ديال العافيه باش تشعل دغيا. درنا داك العود الرقيق، عاد درنا هذاك هادشي الكارم حيت دغيا كيشعل. دابا عاد غادي نزيد واحد العود كبير حيت هنا البلاصه اللي حنا فيها البرد قاصح. ضروري غنمشي نجيب واحد العود انا نوريه لكم. غادي نديرو هاد العود اللي ديجا لقينا هنايا كبير، غنديروه من الفوق باش العافيه ما تهبش لينا دغيا. لاحظتوا هذا دغيا كيشعل. دابا تانستالينا كنقادو في الماكله ديالنا. هذا هي حياه البريه. وستي الشريف، انا لبست حتى التاكيطه ديال الحربيه ديالي وديال الحرب وديال التقاتيل. هوهو بالك في هذا النهار، هذا النهار ديال اليوم. اخوان شوفوا الري زوالو، كاينش الري كاين لا ينوي لا اتصالات. باش نوريكم ماشي وانا طالق كونيكسيون.
قالوا لينا شي دراري كيحلوا في هنايا وما ردوا البال. اكثر حاجه كتخليك على قيد الحياه هي العافيه. هذا هو النهار اللي غادي نعرفوا فيه بزاف ديال الحوايج بعد ما دوزنا ليله كامله ديال الرعب. غادي نشدو الطريق وسط هاد الغابه. بصدفه غادي نتلاقاو بهذا الراعي ديال الغنم، والحاجه اللي نصحنا بها هو ما نبقاوش هنايا. وهذا هو الفيلاج اللي ساكنين فيه المزارعين، وهاد الوقيته اللي جينا فيها لقينا باللي مازال ماشي هو هذا وقته. خلص عليه نيجات. مازال الرحله ديالنا طويله في جبال الريف، فين غادي تشوفوا مغامرات من نوع اخر.